بفهم أصحاب المطاعم وصرختهم، بفهم أنه هودي جماعة عندهم إيجارات، عندهم موظفينهم، عندهم كل العالم ناطرتهم، هن ناطرين يبقوا. نشوف إذا هن قادرين يتحملوا هذه المسؤولية وشو نتج عن هذه الصرخة وإذا في إجراءات جديدة. إذا نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري، اسم الله يعني كتار المؤسسات اللي بدنا نعدهم، أستاذ خالد نزهة، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، إيه كل ضيفك. استاذ نزهة، يعني ايه سامعينك، شو اللي رح يتخذ من قرار نتيجة لقائكم وصرختكم لتعديل وقت فتح المطاعم، وهل قادرين تلتزموا وتكفوا بالالتزام بكل الاجراءات المطلوبة لما نرجع نشوف اصابات اكثر جراء هذا الوباء؟ أول شيء ستنا، نحن تشرفنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية هذا اليوم. طبعا وعرضنا الواقع السياحي في ضوء الترتيبات والإجراءات الوقائية اللي انعملت واللي عم تنعمل، وتقدمنا باقتراح لفخامته لإعادة افتتاح محلات الحانات ومحلات السهر، لأنه لبنان بدون سهر ما بيمشي الحال، وهذا قطاع السهر هو بيعيش منه أكثر من 25 مهنة، من الموسيقي للفنان، هؤلاء الفنانين والموسيقيين والجماعة الساوند سيستم واللايتنج والتصوير وكل كل الناس اللي بيعيشوا من القطاع. اليوم هودي قاعدين بلا شغل، صاروا شبه مناومين. ف طبعا شرحنا له شو عم بيصير بدولة الامارات، يعني الخطوات اللي عم يتبعوها، و يعني ببلدية دبي تتبع تقريبا، نحن متشابهين بالاجراءات الوقائية من حيث كل الاشياء اللي بتحمي مجتمعنا، وبيقدروا يعني في الضروري الناس يلتزموا فيها ومؤسساتنا. طبعا كنقابة مطاعم نحن صرنا من فترة طويلة عم نواكب هذا الموضوع، ومع الزملاء على مدار الوقت عملنا اكثر من 3000 زياره من قبل استشاريين متخصصين، يعني لما طبعا زيارات سريه وغير سريه لمؤسسات لنشوف نطلع على سير العمل بهالمؤسسات. نسبه التزام كبيره كبيره، ففخامه الرئيس كان داعم ومتفهم لهذا الموضوع وابدى كل دعم مشكور. ونحن مبدئيا قوينا صفحه الأسبوع الماضي واللي قبل، يعني إقفال المطاعم، ما بقى نقفل مؤسف لأنه الإقفال أضر الكثير بالاقتصاد وما خير الصحة. بس كان آخر فترة يعني وزير الداخلية عدل بقصة أنه الملاهي تفتح كمطاعم، هلأ يعني في اتجاه لتغيير هذا الاتجاه طلبته بتمديد الوقت، لأنه كان الوقت لل 11:30 بدكم أكثر، يعني شو التعديل اللي رح نشهده نحن قادمين على أعياد، على ممكن يصير في احتفالات، في سهرات رأس السنة، يعني شو الأجواء تزامنا مع هالمستجدات؟ نعم، الأسبوع الجاي مبدئيا رح يكون عم نشتغل أنه يكون الفتح للساعة 3، يعني للساعة 1 الفجر. أول شيء الحانات رح يشتغلوا بمفهوم مطاعم، نفس الإجراءات اللي بيعمل مطعم، بده هذا نسبة 50% والتباعد الاجتماعي، والطاولات يكونوا مترين عن كل طاولة وطاولة، وما يقعد حدا على البار ولا حدا يرقص على البيست. طبعا فيهم يرقصوا محلهم، يعني الطاولة لازم تكون 6 إلى 8 أشخاص أكثر شيء. ممنوع ينحط شمع وحلو العيد بكل المناسبات، لحتى ما يصير، لحتى يكون في التزام ويكون في حماية للناس. ممنوع الاكتظاظ. طبعا المؤسسات نحن كنا عملنا تقدمها بخطه، لحتى معنا الدوله عملنا انه المؤسسات لازم تحط 50%، فضينا الكراسي والطاولات وعملنا خرائط ليساع 50% من الكباسيتي تبع المؤسسه. المحلات السهر ما لازم يكون فيها اكثر من 100 شخص، هذا القرار طلع من معالي وزير الداخليه. بعدين هيدي اللي طلع قبل يعني، بس انه هلا انتم عم تطلبوا تمديد الوقت، يعني اللي راح يتعدل بدل 11:30 تصيروا ل 3 الصبح 3 الفجر. نعم، هو مش 11:30 ولا 10:30 المؤسف، هلا ل 11:30 ممنوع تجول بعدين. اي صحيح صحيح، بس هو العمل ما بفيد شيء، هي النص ساعه ما بفيد شيء، لانه بتعرفي اللبناني بيظهر على السهره الساعه 9 والساعه 10، فما بين هذا القطاع بده يغير عادته هلا تماشيا مع الاوضاع. ماشي الحال، بنتمنى بس هذا البلد، يعني هذا القطاع السياحي وقطاع السهر تحديدا هو حط لبنان على الخريطه السياحيه العالميه.
ولبنان بال 2016 أثير كأفضل وجهة، يعني بيروت تحديدا the best destination للسهر والطعام والشراب. ونحن مشهورين بالسهر والروف توب والمحلات هايدي وباللايف باند وبالانترتينمنت، ونحن عم نصدر مطاعم إلى الدول العربية، يعني دبي بتشوفيها ودول كثيرة عم يعني عم ياخذوا المطاعم اللبنانية بالمطابخ المختلفة والمتنوعة على البلدان المحيطة. واليوم في خوف على المستثمرين انه يتركوا البلد، لانه هناك الكثير من الاغراءات عم تيجي لاصحاب المطاعم ليروحوا على مصر ويروحوا على كثير من البلدان العربيه والعالم. فنحن كنقابه مطاعم عم نشتغل بكل جهد ليكون في تطبيق لكل القوانين، يكون في الزميه للشباب متوجه لكل الزملاء من خلال شيفتكم كريمي لحتى يكونوا منتبهين، لانه نحن كنقابه اصحاب مطاعم تعهدنا بفخامه الرئيس قدام المعنيه وزاره الداخليه وزاره السياحه وزاره الصحه انه نحن نكون مسؤولين عن هذا الموضوع. رح يكون في تعهد على كل باب وكل مؤسسه، رح يكون في تعهد من صاحبها انه بيلتزم بكل الاجراءات اللي صاروا بيعرفوها تماما. واليوم عم ندعي اللبنانيين لحتى يسهروا بالمطاعم وبالملاهي وبالحانات ومحلات السهر، لحتى لانه هناك خوف كبير من الاكتظاظ بالبيوت والشاليهات، لانه هناك ما في ضوابط ولا في حدا بيشوف شو عم بيصير. طيب حكيتوا بقصه تنسيق مع القوى الامنيه لضبط اي مخالفه، مش من جهتكم، من جهه الناس، انه ممنوع الرقص قام حدا يرقص، ممنوع الجاتو حدا، يعني بهالاطار في تنسيق مع القوى الامنيه وفي امكانيه كل مؤسسه رح يكون في مرشد مسؤول فيها، ونحن علينا أن نقمع أي مخالفة طبعا مع القوى الأمنية ومع الوزارات المختصة، لأنه بدنا ننجح القطاع، بدنا نرجع نحيه، وبدنا نعمل التزام كثير مهم ومبين على مستوى وأداء كثير عالي، مثل ما المطاعم لعبوا دور كبير وتركوا بصمات كبيرة بهذا البلد. فحرام أنه ما نكفي، ونحن بدنا نستغل هلا موسم الأعياد ونخلي لبنان يجوا يعيدوا هون بالبلد، خاصة أنه الكثير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية عاملين لوك داون، فخلي يجوا على البلد ويصرفوا ويجيبوا لنا فريش ماني، لأنه حيلاقوا البلد كثير رخيص بالنسبة لهم لأنه حاملين عاملة صعبة. وخلي هذا البلد يتنفس، خلي أصحاب خاصة أنه يبدو في هيك مثل حملة تشجيعية وعم ينعمل باكجز ليروحوا على تركيا. خلينا نكون واضحين، تركيا فاتحة، وما بعرف إذا عندكم اطلاع على هالموضوع. المؤسف المؤسف، نحن بدنا يكون عنا مع احترامي لكل الناس اللي عم يحرين يعني شو بيعملوا، بس خلي يكون عنا شوية وطنية أكثر وشوية حرص على بلدنا وشوية حرص على شعبنا وعلى أصحاب المطاعم اللي هن أكبر مستثمرين بالبلد واللي هن مشغلين 160 ألف شخص كانوا بأيام الخير، يعني من سنة لهلا طبعا نزل عدد 70% 60-70%. ما عليه، خلينا نكفي هون، لأنه هذا القطاع تبعنا الاشياء اللي عم ما بنستورد شيء، نحن عم نستعمل الخس وعم نستعمل الصناعات الغذائيه والخضره والحمص والعرق والمبيض، كل شيء لبناني، كل شيء منتج لبناني، المطاعم اللبنانيه والمطاعم الاجنبيه عم تستعمله. عليه خلينا نضلنا بالبلد، خلينا نسهر مع اهلنا، خلينا نشجع الناس، خلي الفنان يقدر يطلع مصروفه، خلي المغني، خلي الموسيقي، خلي صاحب المطعم يقدر يساهم شوي ببلسمه الجراح، عليه اسمحوا لنا فيها يعني. كلنا كنا نسيق فيه، معلش، بس خلينا نضلنا بالبلد وبعدين نرجع للبلد عاجل. كثير مهمة، وإن شاء الله هيدا البلد بيكون بيرجع بيقلع من جديد، في مسؤولية علينا كلنا، والدولة لازم تعمل مسؤوليتها وتكون تضرب إيد من حديد، في مسؤولية كبيرة على المجتمع، لازم نتعايش مع هيدا الواقع، وكنا يكون عندنا تزيد يعني تزيد مساحة الوعي عند الناس وثقافة الانتباه والالتزام. هيدا لبنان وبده يرجع، وبدنا نعطي نفحة أمل كثير كبيرة، ونحن كقطاع مطعمي قطاع متطور جدا بدنا نعطيه دعم، بدنا كل الناس تطلع تسهر بهالمؤسسات هي، ونحن إن شاء الله البلد بيرجع بيفتح، لأنه الكورونا ما له وقت ولا ليل ولا نهار. صحيح، بنهار مثل بالليل. آخر سؤال بالنسبة للأسعار، الأزمة الاقتصادية كبيرة، قادرين الناس عم تدعون يضلوا بالبلد ويشاركوا ويشجعوا، وهيدا القطاع السياحي لازم يرجع ينمى. الأسعار تغيرت كثير عن سنة الماضية نسبة لارتفاع سعر الصرف؟ نحن تغيرت كثير علينا، كنا عم نشتري الدولار الأشياء على 1500 ليرة، نحن هلا عم ندفع 2500 نقدا على البيت، كنا ندفع آخر الشهر نحن كمؤسسات وبعد شهرين.
بيبعثوا لنا كشف حساب ندفع للتجار وللشركات، بينما هلا نحن المؤسف بدنا ندفع نقدي 8300 8500 واذا كان 9500 كنا عم ندفعه. فالاسعار ما زادوها، اذا بتفوتي على المؤسسات ما كثير زادت، بس نحن البطل باصحاب المطاعم والمحلات المؤسسات المطعميه اللي عم تطلع مصروف، لانه تغيرت كثير الاشياء. الحمص اللي كان حقه 5 دولار 7500 اليوم اذا بدي بيعه ب 15000 بيتعوض اقل من دولارين. فما حدا، ونحن كل شيء حتى الحمص مستورد، حتى الطحينه السمسم طبعا مستورد، فكله نحن عم نستورد، يعني كل الاشياء هيدا غالي علينا. نحن الاسعار بعتقد رح تكون كثير مدروسه، يعني كل حدا بيشوف وين القائمه الاسعار اللي بتعجبه والجو اللي بيعجبه هو حر يروح. يعني في من كل الاسعار خاصه انه الفنانين راحوا برات البلد، بطلوا بلبنان. صح صح للاسف. انا بدي اقول لك شكرا، وان شاء الله فجاه بنقول بطل في كورونا والازمه الاقتصاديه عم تتحسن، وبطل يعني نسمع هالمعاناه، لانه مثل ما قلت القطاع السياحي واعد بلبنان وعلى طول بنرتكز عليه اكيد للنهوض باقتصادنا. شكرا لك نائب رئيس نقابة كون او تي في، وبدنا كلنا نتعاون كاعلام وكل الناس لحتى نرجع نحكي عمي على البلد، لنجيب اهلنا على البلد، على الاقل اللبنانيين عايشين بالدول العربيه وافريقيا واوروبا بأفضل عقيد، حتى نرجع نخليهم يرجعوا على البلد. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. شكرا. اهلا وسهلا فيك.